سمي فواكها معروفة عند العراقيين ولها أكثر من لون. شو اليوم خوة يونس؟ يلا وحش. جاوبني. الشمزي. ها؟ الشمزي العنب. شوية شوية إيدك واحدة أريد ترى. لا هم خلى إيده سمع. واحدة بس. العنب. 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 خلينا نشوف. صح. الثاني. عرفي الاحتمال الأول وتقررين. بس قولي السؤال مرة ثانية. سمي لي فواكه معروفة عند العراقيين ولها أكثر من لون. ليمون. الليمون. خطأ. خطأ ما إجا بالاحتمال هو الليمون كله يعني أصفر. أكو يعني أخضر أكثر يعني. أه؟ أكو أخضر. أكو أخضر بس ما إجا مو عند أقول لك فعلا يعني أكو أخضر وأكو أصفر. ويونس تقدر تقرر. نعطيهم كرم ضيافة. والله. نعطيهم السؤال. راح ياخذوه. ياخذوه. تفضل إذا أخيرا. تفضل أخت مي وكرم الضيافة من يونس آية. سمي لي فواكه معروفة عند العراقيين ولها أكثر من لون. التفاح. التفاح. نعم موجود. وملاك. سمي لي فواكه معروفة عند العراقيين ولها أكثر من لون. شو اسمه؟ شو اسمه؟ القوجة. القوجة؟ أي. القوجة؟ 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 صح. احنا نسمي القوجة بالوطن العربي يسموه الأجاس. والأخ ياسر أخويا. وأنا أقصد أنه العنجاس بس هو نفسه القوجة. أي نفسه. أي طبعا. سمي لي فواكه معروفة عند العراقيين ولها أكثر من لون. ما هي؟ الخوخ. واحدة ها؟ الخوخ. الخوخ. برافو برافو. أربع احتمالات طلعت. تفاح عنب إنجاز وخوخ. ولا تهجوم كل واحد يعتمد على روحه. ممنوع الكلام. ومي تكي. التكي. التوت. التكي. صح. نعم نعم. أكو أحمر وأكو أبيض والتكي التوت. وآية. الكرز. 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 كل أحمر الكرز. خطأ. وملاك. يعني التفاح الأخضر ممكن. سمي فواكه معروفة عند العراقيين ولها أكثر من لون. فواكه أكثر من لون عندها. شنو؟ يلا ملاك سباعية. ممكن يعني التفاح الأخضر نقول. التفاح الأخضر؟ ايه. التفاح الأخضر.